السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه دلوقتي يا اخوانا؟ انا قاعد في البيسمنت بغسل فشفت فيديو غريب كده، تعالوا كده نشوف الفيديو ونرجع لكم تاني. يا جماعة اجمعوا معايا هنا، ماشي؟ اي بيت عادي بيروح يعمل شوبينج، اوكي؟ رحت عملت شوبينج عادي وبعدين جبت الحاجات دي، بس ما جبتش غير دول بس. هل شوية الحاجات دي مش اي بيت بيحتاجها عادي؟ هل المفروض ان هو يتخانق معايا خناقة لدرجة ان احنا ممكن نتطلق؟ لو سمحتوا دعموني، قولولي انا عملت كده حاجة غلط، عملت كده حاجة غلط، عشان هو هيشوف الكومنتات دي على فكرة، وانا عايز الستات تقف جنبي ونبقى بنات كده نقف في ظهر بعض مستنية الكومنتات. جايبة علبتين مناديل كبار، كل علبة فيها 93 سنجل رول، او يعني 93 بكرة مناديل، وجايبة علبتين انرجي درينك، كل علبة فيها 12 كنز يعني 24، وجايبة علبة كبيرة من الاوريو عامل كده زي البسكوت كده، عامل كده زي البوريو في مصر، في 36 واحدة. وده اللي انا كمان ايه يعني، ده اللي انا اخدت بالي منه، يعني جايبة حاجات كتير جدا. يعني كل الحاجات دي ليه؟ انت كده بتفتحي سوبر ماركت. لا، وتقول لك اقفوا جنبي في التعليقات، اقفوا جنبك في التعليقات ايه؟ انت عايز اقف جنبك قطر، وتقول لك ما جبتش غير دول بس، ده اللي انا جبته بس. اذا كانت الست متأثرة بالثقافة الاستهلاكية وعندها شراهة في الشراء وما عندهاش ادراك لقيمة الاشياء وماشية بمبدأ اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، وهو منها تدلع نفسها لبس ومكياجات وخروجات وفسح وسفريات وتخلص على اللي معاك عشان ما تشوفش نفسك عليها، فدي ما ينفعش برضو تجيبها معاك هنا. ليه ما ينفعش؟ لان كل الفلوس اللي انت هتشتغل بيها هي هتخلص لك عليها اول باول، لان زي ما قلنا ووضحنا قبل كده ان الشراء هنا سهل، حتى لو ما معكش تمن الشيء اللي انت بتشتريه. في عرب كتير هنا ناجحين، وفي نفس الوقت في عرب كتير برضو فاشلين، ما حصلش تطور في حياته، جاي بقاله 15 سنة زي ما هو، نفس الشغل ونفس الدخل. لو فتشت عن سبب فشله هتلاقي ان سبب فشله هو الست. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اني اعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قهر الرجال تفسير ابن باز في الحديث ده بيقول ان قهر الرجال او الرجل المقهور هو الرجل الذي يظلم او يؤخذ منه ماله بالقوة. وانا بعتقد ان جوزها فعلا هو في الحالة دي بالظبط، ان هو اتاخد منه ماله بالقوة. ربنا يا رب يعني يهديها ويهديه ويهدينا كلنا ان شاء الله. الانسانية الضمير العام العالمي لازم ينظر للرجل المصري بنوع من انواع الرحمة. الرجل المصري مطحون في ترس مكنة عمالة تحرق من غير زيت، وزيتها محروق ومتنيلة على عينيها، ولما بيجي يريح ولا يحط شوية مية في الريداتير فرد وبتنام كاوتش وبيفسي.